الرجل الذي بعده، وقد أطال ابن الجوزي في سيرته لأنه يستحق، وهو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس رضي الله عنه. يكنى أبا عبد الرحمن معاذ ابن جبل، أسلم وهو ابن 18 سنة، أسلم عمره 18 سنة، وعاش في الإسلام وفي الدفاع عنه وفي الدعوة إليه 20 سنة، فمات وهو ابن 38 سنة شابعا، بل بعضهم قال كسعيد بن المسيب قال مات وهو ابن 33 سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، وشهد العقبة مع 70، وأيضا شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الصحابة ده الرجال كيف؟ الواحد بيسلم أي غزوة يمشي يخش غزوة موت، هذا اللي بيجاهدوا عشان الدين وحملوا الدين ده وصدقوا فيه. الواحد بيضبط حتى الألفاظ، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجتهد يقول الكلام بنصه، ويجتهدون في طلب العلم كما فعل جابر رضي الله عنه، يسافر مسيرة شهر لحديث واحد، ويجتهدون في تبليغه كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، حتى قام ذات ليلة من أول الليل إلى أن أصبح إلى أن أذن الفجر كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي، يخطب الناس في قبة من قباب معاوية، قبة يعني مبنى، يعني مش قبة بتاعت الجماعة دي. طيب، قبة يعني مبنى، ويقولوا كذا القبة يقولوا المبنى، زي ما في السلسلة الصحيحة لما بنى رجل من الصحابة قبة فمر النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قال لمن هذه؟ قالوا لفلان من الأنصار، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر الرجل من الأنصار هدمها، أوطه كسرها، قال شيء يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كسر طوالي. طيب، فالزول لا يكثر من أمر الدنيا ولا يأخذ منها إلا ما يحتاج، إلا ما يحتاج في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. شهد العقبة مع 70 وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضائله أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك، هذه الغزوة التي استمرت 50 يوما، وشيعه ماشيا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدم وهو ماشي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ يركب على دابته، قال وشيعه ماشيا في مخرجه وهو راكب، معاذ راكب في الدابة. كان له من الولد عبد الرحمن وأم عبد الله، قال ابن الجوزي وآخر لم يذكر اسمه، له 3، وأولاده وزوجاته كما سيأتي، وهو ماتوا بسبب الطاعون رضي الله عنهم، رضي الله عن معاذ ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صفته رضي الله عنه، عن أبي بحيرة، وأبو بحيرة اسمه يزيد ابن قطيب، قال دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط، يعني شعره شنو؟ ما سبط، ما شعره النوع المستقيم وإنما جعد. طيب، فإذا تكلم، أي هذا الشاب وهذا الفتى، إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، كلامه سمح. قال فقلت من هذا؟ قالوا معاذ ابن جبل، ده الرجل الأول الذي وصفه. الثاني الذي وصفه قال الواقدي رحمه الله عن أشياخ
له قالوا كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه رجلا طوالا وطويل القامة أبيض اللون حسن الشعر عظيم العينين، وده من الجمال، عظيم العينين مجموع الحاجبين جعدا قططا رضي الله عنه. وعن أبي مسلم الخولاني قال أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيها كهول، فيها شباب وفيها كبار كهول. قال وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، زول جميل وكأن عينيه فيهما كحل أو أكحل العين، يكحل عينيه كما ذكر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. الكحل أكحل العين براق الثنايا، وهكذا المؤمن وهكذا الذي يدرس الناس ويحدثهم يتبسم في وجوههم ولا يتكبر عليهم ولا يصعر ولا يعبس في وجوههم بغير يعني بغير حاجة. زولت بعض الناس يزل الناس، يقعد واحد في سنار في حي الجنينة صوفي وزول مجرم، وأنا ناظرته الله يتقبل جاب له 22 مسألة كتبتها كلها والله يتقبل، فنت عليه بقى ما عنده شيء، لا في كان بيمشي للبرع في حياته بيجي بدرسهم، انتوا يقول لهم دمك انتوا ما بتفهموا مالكم، انا ما قلت لكم الناس ما تقعدوا لهم ثاني تقعدوا لهم كذب درسهم كذب، دمك انتوا ما بتفهموا ليه، وناس قد ربهاتوا قاعدين وكذا، ويجرهم ساعتين بعد الساعتين نواصل بس فاضل لنا صفحه نشرحها. في واحد عمك شال سبحه استاذا منه قال له طبعا انا ما حضرت جابوا لي الكلام زي ده تحضر لي شنو، وما عنده شيء ساي لا في ساي امس اولا اسمه، المهم عمك قال لي يا شيخ فلان، وشيخ شنو؟ قال لي يا شيخ فلان انا هنا الموضوع ساعتين خليها كذيل الاسبوع الجاي ولا الدرس الجاي، اقعد قال لي نتيم ما حتى نمشي اقعد قال لي. مشيت سويت الكلام ده يوم الجمعه الفاتت، مشينا سوينا الدرس جاء مما يشوفنا بفور بالضايق مشى بيته وجاء جايب له كيس اسود، انا قلت الكيس الاسود ده فيه شو، فتح الكيس الاسود تراه فيه سبحه جراه مسافه حتى طلعت كلها سبحة غليدة شغال كتل ملف يقتلوه، قلت له زول زي شغال لي انا ده. يا ناس والحاصل شنو ذاته والله يا خير نسكت بس قصدي ده تسبيح والله شغال كذي كتل ملف يقتلوه قلت كاتل الملف مرة واحدة اقول يا اخي قلت الدين بي جاي تعمل تابع غالي بلاوي في البلد دي، ودخلنا في الكلام ده جنو بلاوي في البلد دي شغالة. طيب معاذ رضي الله عنه كان أكحل العين براق الثنايا لمن يجلس إليه، ده دخلنا في الكلام. طيب قال كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، الناس الكبار ديل الكهول ومعاهم شباب أي شيء اختلفوا فيه بيقوموا يقولوا ننظروا ماذا يقول هذا الفتى، قال ماذا يقول هذا اللي هو الفتى. قال قلت لجليس لي من هذا، أبو مسلم رحمه الله قال قلت لجليس لي من هذا الفتى الذي يرجعون إليه، قالوا معاذ، هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، زول شاب لكن ما لان علم وزكوب العلم ما ناس سهلين زي منهم ابن مسعود رضي الله عنه قال معاذ ابن جبل كان أمة قانتا، كان أمة قانتا، قالوا له إبراهيم هو أمة قانت،
قال صدقتم ما نسيت. الأمة الذي يطيع الله، الأمة الذي يعلم الناس الخير، ده الكلام اللي قاله. قال الأمة الذي يعلم الناس الخير، لرجل جمع الله له الخير. والقانت المطيع لله ورسوله، وكان معاذ رضي الله عنه معلما للخير وكان مطيعا لله ورسوله. ذكر ابن الجوزي هنا في ثناء الأخيار وثناء الصحابة على معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب، من زهده رضي الله عنه عن مالك الداري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ، وشو القصة دي توريك إنه الصحابة ديل كلهم زهاد وكلهم الدنيا دي ما عندهم لا شيء، إذا صح التعبير ما عندهم لا شيء، ناس آخرة. طيب، الأثر ده فيه مدح وبيان لفضل معاذ رضي الله عنه، وفيه بيان ومدح لفضل وبيان لفضل أبي عبيدة أيضا عامر بن الجراح رضي الله عنه. قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، 400 دينار قروش كثيرة جدا، فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح، يعامر بن الجراح، ثم تلهى ساعة، تلهى يعني من اللهو، يعني أقعد في بيته كذا ينشغل كذا ساعة شوف بسوي شنو، ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ماذا ما يصنع. فذهب الغلام قال يقول لك أمير المؤمنين، قال لأبي عبيدة يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. قروش دي اللي هو 400 دينار، 400 دينار. قال أبو عبيدة رضي الله عنه قال وصله الله ورحمه، يعني كما وصلني عمر أسأل الله أن يصله وأن يرحمه. طيب، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان. الناس قاعدين يا دوب جابوا له القروش، قام قال شنو؟ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وزع يعني، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. القروش كلها شنو؟ وزعها في نفس المجلس. قال فرجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل. قام جمع له برضه 400 لمعاذ شنو؟ 400 دينار لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه قال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله، يعني كما وصلني، تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. قال فاطلعت امرأته، سمعت بالكلام ثم طلعت خرجت، فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا. قال ولم يبق في الخرقة إلا ديناران، 400 وزعها كلها فاضل شنو؟ لم يبق إلا ديناران. قال فدحى بهما إليها، فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر رضي الله عنه إنهم إخوة بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، ناس زي الكذب، ناس زهاد، يجي عمك ذاك اقتتلوا، معقولة يا أخي؟ وفي الدنيا ويطعن في نياتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذيل الصحابة، ناس آخر. طيب، من ورعه رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، تزوج 2. ما القصة حابي
عنده مرة واحدة ما في، وقالتولي أنا ترى والله يوفقنا وإياكم. زين ضحك ما في رزا حسين والدناير برضو تموت كمد وكلكم ما فيتهن. طيب، هاي عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم أحد إحداهما، شو الورع ده وصل لياته درجة، يعني من شدة عدله ومن شدة ورعه، فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى. كان ده يوم دي يوم الثاني دي ولا وضو ما بيمشي، امشي يتوضأ هناك. طيب، قال ثم توفيتا في السقم الذي بالشام، السقم المرض اللي هو الطاعون كما سيأتي إن شاء الله تعالى، الاثنين ماتا. قال والناس في شغل، ناس مشغولين وإن ماتنا الاثنين. قال فدفنتا في حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم في القبر، في القبر يعني. قال لما انجزت يدخلهم في القبور سوى جنو رمى القرعة عشان ما يظلم واحدة في القبور ذاته، وده يا جماعة من شدة جنو الورع. عشان كذي الحسن البصري رحمه الله قال ما زالت التقوى بأقوام حتى تركوا شيئا من الحلال أو كثيرا من الحلال خيفة الوقوع في شنو الحرام. نازل بخافوا الله سبحانه وتعالى. هسي واحد يتزوج اثنين، واحدة كبيرة واحدة شابة، الكبيرة دي يجي صار وشه والشابة يجي يضحك، ودي شبكة فتتفول لما يا حرقان، وديك هو حاجات تانية كلها لخبطة. الزول شوف زي ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحقوق الواجبة، ذكر 10 حقوق، بدأها بحق الله تعالى، وذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الوالدين، وذكر حقوق الجار وحقوق الرحم، وذكر وذكر إلى أن أتى للزوجة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه شنو مائل. كلام خطير. طيب، من تعبده واجتهاده رضي الله عنه كان يقوم الليل، وكان يدعو بدعاء يدل على يقظته. جماعة الزول يكون متيقظ، الزول يكون مستعد، إن الموت ده جاءه في أي لحظة يكون جاهز، ويكون مخلصا ويتذكر الآخرة والحساب والأهوال. طيب، قال عن ثور ابن يزيد قال كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل، قام من الليل، قال اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. نازل بعرف ذاته يمدح الله سبحانه وتعالى. اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. طبعا الحي القيوم دي من أعظم الأسماء. وقال الشيخ محمد أمان الجامي صفة الحياة تأتي بعدها جميع الصفات، الحياة، الحياة بعدها العلم، بعدها كذا القدرة، القدرة لأنها تقوم على الحياة التي هي ضد الممات. طيب، والقيوم معروف القائم بذاته، القائم بشؤون خلقه يدبر شؤونهم. طيب، قال اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء. شو بنكسر لله سبحانه وتعالى. اللهم طلبي للجنة بطيء، أنا ماشي المشي بتاعي بسيط وضعيف. طيب، وهربي من النار ضعيف، مفروض اجتهد أكثر من كذا. اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والكلام ده يا جماعة والله الزول بيتدبره بيعرف إنه الرجل ده كان متيقظا غير غافل.
لأنه يا جماعة لما نزول ينكسر يا الله ويتضرع عليه، وخاصة بالليل القلب بيجي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مشنو قيلة. طيب أزول لما يدعو الله سبحانه وتعالى وينكسر له يا الله أنا طريقي بتاع الجنة ده اللي انت شرعته لي هو ده الطريق الصح والحق وما في شك، لكن أنا ماشيني فيه ضعيف، مفروض أجتهد، أنا ما بتكبر ومفروض أجتهد، وأنا فراري من النار ضعيف، مفروض أفر أكثر من كذي، لكن يا الله أنا في عمل صالح الآن عملته، العمل ده خليه عندك ورد لي 200 يوم القيامة. أنت لو عشت بالمعنى دي بالمعنى ده بتقدر تخلص لله سبحانه وتعالى. أن تعلم أنك في دار امتحان وأنك اليوم تعمل وغدا تجازى. زي الزول يا جماعة عنده موبايل والآن عنده قروش وخايف بعد أيام يجيه ضيق، يقوم قروشه كلها ينزلها شنو؟ رصيد بعد أيام يطلع. أنت لازم ترسل للآخر رصيد رصيد. والزول لما نختم القرآن دي كم حسنة وداه قدام. شوف الزول لما كل يوم كل يوم بيصلي له الله 11 ركعة ده بعد شهر كم عنده كم حسنة، ده بعد شهرين بعد سنة سنتين عنده كم، والآن جايين رمضان إن شاء الله بعد شهر ونص. الناس يا جماعة تتهيأ والناس تجتهد في الطاعة. طيب معاذ رضي الله عنه ابتلي بدين ابتلي بدين فأراد أن يفك دينه. قال ابن كعب قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. طيب أي شيء يطلبه بالدلو ولا يسأل شيئا إلا أعطاه، لأنه الأثر ده بيجمع بين أمرين، بين كرمه وجوده كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وبين ورعه في أنه يؤدي دينه. فهو لا 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 يسأل شيئا إلا أعطى إلا أعطى، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه هو لمن يسأله. قال حتى أدان دينا أغلق ماله لما ندين له دين. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه أن يضعوا له شيئا، لأنه ماله شايفه بسيط مقارنة بشنو بالدين بتاعه. قام مشى للنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس الدارين مني ديل يتكلم معاون يخففوا لي في كذا وكذا. طيب قال ففعل أي النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى غرمائه وطلب منهم ففعل فلم يضعوا له شيئا، طلب منهم هن ديل يهود كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. قال له عند معاذ وكذا 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 ضعوا عنه بعض الأشياء أبو، شفع النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح حتى باع ماله فقسمه بين غرمائه، قسم القروج والمال كله نفد. قال فقام معاذ لا مال له، قروشه كلها جنو في الدين. قال الشيخ رحمه الله قال ابن الجوزي كان غرماؤه من اليهود فلهذا لم يضعوا له شيئا. وده يا جماعة فيها فائدة، الزول الدارين منه دين دائما يسارع في أداء شنو دينه، كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. يعني أنت لو عندك قروش وطالبين منك دين دينا ولم تؤدي هذا الدين وتسارع فأنت ظالم، فأنت ظالم. ما
في بعض الناس بتاع جرجرة كذب، حبوا الجرجرة. واحد تلقى تاجر في السوق، تاجر كبير، ويشغلك انت على التالي، تعطل تجيب، انت تقرب تقع من الجوع، تجد تشيل حقك يقول لك امي مش مشغولين، تعال اخر اليوم تعال. ودي كثيرة جدا، مطل الغني ظلم، تديه حقه. طيب، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الصحابة الكرام. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمهم الله جميعا. أعلم الأمة بالحلال والحرام. طيب، ممن أثنى عليه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر صحيح بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله عن شهر ابن حوشب، وقال صحيح بمجموع طرقه لأن بعض الروايات فيها ضعف، لكن بمجموع الطرق يصح. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك، أي على أن استخلفته، لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل، يعني يوم القيامة، كان بين أيديهم رتوة، أي بحجر، يعني كان أمام العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله برقم 1091. طيب، ده الأثر الجبل ذكرناه. عن الشعبي قال: حدثني فروة ابن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا، فقيل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فقال: ما نسيت، هل تدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول. وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير، وكان مطيعا لله عز وجل ورسوله. وده ما معنى أنه جعله كإبراهيم عليه السلام، لكن يعني هذا وجه شبه، وجه شبه في الطاعة وفي تعليم الناس الخير. وإلا فإنه لا شك أن الأنبياء أفضل من الصحابة، وخاصة أولو العزم منهم، وخاصة هؤلاء، ومنهم إبراهيم عليه السلام. أولي العزم. طيب، من مواعظه وكلامه الطيب رضي الله عنه، عن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل: علمني. في رجل قال له: علمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ لما أنا أعلمك الكلام اللي بقول لك بتعمل به ولا؟ قال الرجل: قال: إني على طاعتك لحريص، أنا حريص أطيع الشيء اللي بتقوله لي. قال: صم وأفطر، وصلي ونم، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. شوفوا الوصايا دي جميلة كيف. صم وأفطر، من صام يوما في سبيل الله بعد الله أو بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ونحن في أمس الحاجة إلى هذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم. الناس تصوم، خاصة الشباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
والعبادات ده يا جماعة بتزكي النفوس. دي واحد. قال له وصلي ونم، نصلي بالليل. كثير من الناس بيشكو من المشاكل وبيشكو من الغفلة وبيشكو من بعض التقصير في العبادات. يقول لك أنا والله صلاة الجماعة دي كثير بيلاقونا، يقول لك صلاة الجماعة دي والله شغلة دي الصبح ده غلبنا عديلك، الصبح غلبنا. انت اجتهد في الطاعة وابعد من المعصية. قال الذهبي رحمه الله قال بعض السلف ما فاتت رجلا صلاة الجماعة إلا لذنب أصابه. فاتتك صلاة الجماعة دي راجع نفسك تلقى في ذنب التفعل. لكن لما انت تفعل الطاعة الله بوفقك لطاعة يعني مثل لطاعة مثلها. طيب واكتسب ولا تأثم. زول يمشي يشتغل ما يرجو المنظمات والجمعيات ويرجو فلانا وعلانا من الناس، تجيب يخص لفلان وعلان وحق الشهر ما جاني واحد بعرفه باسمه. أنا ده ما اتفاقي معاكم، كل شهر تدوني 18 شنو؟ كل شهر 18 وتسوق وتسوي له محاضرة، تخلي الحالة واحد إذا عزمه محل هنا يقول لك تأكلني حاجة زي دي يا أخي. يا زول معقولة؟ واحدين ساقوا عزموه أقل فتة، قال لهم أنا كلامي فتة تأكلوني فتة، قال لهم يا أخي معقولة؟ والله كلام ذاته زول يخجل يقولوا. يا جماعة الزول الداعية ده ما يعاين لي حاجات زي دي، هتخلص لي الله سبحانه وتعالى وتشتغل. بتجينا إن شاء الله ترجمة الإمام أحمد عمل حمالا لبعض الأعراب، قالوا وذات يوم حمل على ظهره فرآه التجار فأوقفوا تجارتهم، ورآه الناس في الطريق فأوقفوا مشيهم، ورآه العمال والحمال فوقفوا، قالوا يا أحمد تحمل، نحمل عنك تحمل. قال فغضب غضبا شديدا وقال ما أنا إلا مسكين وإلا رجل من المسلمين. أنا زول من المسلمين يا ناس اشتغلوا شغلكم. قال لهم الإمام أحمد زول إمام وشغال شنو يحمل. عشان كذا في بعض شروحات شرح السنة للإمام أحمد، في واحد من الشروحات قدم له الشيخ عبيد الجابري، من ضمن الأشياء التي نقلها قال جاء عبد الرزاق صاحب المصنف للإمام أحمد فاستأذن عليه، فلما دخل توارى بالباب وأخرج 300 دينار وقال خذ هذه يا إمام لعل نفقتك قد نفدت. قال يا عبد الرزاق لو كنت آخذا من أحد لأخذت منك، إنما أعمل في السوق. طوال علق تحت، قال هذه رسالة إلى الذين يلهثون وراء الجمعيات والمنظمات. وكان عالم وتلقى ملقطة ديل بيجاي وديل بيجاي وديك كذا وديك كذا وشايلة ظروف، والظروف صعبة في الأيام دي إلا من رحم الله، شايلة ظروف والفتوى ذاتها يحيرك ذاته. يا قول الحق واصدع بالحق واجتهد في الدعوة الله بيرزقك، واشتغل في السوق زيك وزي الناس، زيك وزي عامة الناس. عليك الله نزول يقعد ينفق علي ويديني أوامر سوي كذا وأفعل كذا وإلى آخره، وأنا بشوف لازم تعمل كذا وكذا، تطلع في المنبر وتكورك تحلقوا بالله الرزق بيد الله، وقاعد يعني لك كذا. أقول يا أخي شد حيلك يا أخي أمشي قدام. النبي عليه الصلاة والسلام عمل راعياً يا أخي. الزول يا جماعة يشتغل، خاصة الزول المستقيم، ناس ما تبقى عال على الناس، وخاصة لمن تكون مستقيم بعينه لك. هذا مستقيم ويتزوج، هذا يقعد أبوه ينفق عليه ولا يشتغل في السوق تلقاه إلماع. هذول خش في الغبار ده بيع جرجير بيع طماطم، يشتغل عتالة يشتغل أي شيء. واحد برضو ده بلف باري بعرفه باسمه بلف، في النهاية قلت له أنا الزول ما اشتغل يا أخ طلبة، قال ما بقدر
عمره 21 سنة الوقت ذاك ولا 22 سنة. طيب وما بعرف أكتب ولا بعرف أقرأ. قعدت معه قلت له الحاصل شنو؟ الله قال لي دار الزوج لي بيت هو متزوج، دار الزوج لي واحدة، وقال لي شغالة أستاذة في روضة وأنا دار أبقى مدير الروضة وما بعرف يكتب ولا بعرف شنو يقرأ. قلت له بتبقى مدير كيف أستمح؟ أنت لا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب. وقال لي الإدارة دي دار شيء ما صفى انتباه، صفى انتباه، خشوا فصولكم يا معقولة. قلت له لا تزوج البيت لا مشى قدام مدير لا في بيكيسه، نزل الله العافية. طيب وعن أبي إدريس الخولاني قال قال معاذ إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون في الحديث، قال فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. هذا الأثر رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني في بعض الناس تجالسون بخوضوا يتكلموا، فإنت زيديل متى ما غفلوا منك ارغب إلى ربك، تسبيح والدعاء وقم فصلي إلى آخره. طيب وناصح زول يا جماعة مجالسه تكون معمورة بالخير وبالنصح، ما يخلي الناس في المجالس يغتابوا الغيبة المحرمة التي لا فائدة فيها وتلقاهم كلام يعني كلام لغو إلى آخره. طيب بل كثير من المستقيمين يتحدثون في كثير من الأشياء ويستأنسون بها ويكثرون من الحديث. لما واحد من أفاضل إخواننا حفظه الله تعالى قال لي يا أخي بعض الناس يا أخي كلام كله في الزواج، اليوم كله زواج زواج زواج، وين الكلام في التوحيد؟ وين الكلام في العقيدة؟ وين الكلام في الشيء اللي بيصلح؟ وين النصح؟ وين الفوائد في المجالس؟ طيب وعن أشعث ابن سليم قال سمعت رجاء بن حيوى عن معاذ بن جبل قال ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب ملبسا الذهب كيسورة وكذا ولبسن رياط الشام وعصب اليمن. قال فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. الغني تراه يمشي والفقير يمشي يتدين وبعد شوية في السجن، سجنوه ماله يتزوج بالدين الله يستر. طيب مرض معاذ بن جبل رضي الله عنه وتوفي في الطاعون المعروف بطاعون عمواس، وذلك في الشام. عن طارق بن عبد الرحمن قال وقع الطاعون بالشام فاستغرقها، فقال الناس طاعون انتشر، قال ابن عثيمين الطاعون قيل إنه السرطان وقيل إنه مرض يسمى بهذا الاسم. المهم هو مرض فتاك ومرض مهلك يكون سببا لوفاة العبد. فقال الناس ما هذا ما هذا إلا الطوفان، الطاعون ده إلا طوفان بس، ما هذا إلا الطوفان إلا أنه ليس بماء، ده زي الغضب بس وطوفان لكن ما فيه موية، ما موية وسيل وكذا وكذا. فبلغ معاذ ابن جبل أي هذا الكلام بلغه، فقام خطيبا خطب الناس. أصيب أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه واستخلف معاذا، وقام معاذ كما خطبهم أبو عبيدة أيضا خطبهم معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فقام خطيبا فقال إنه قد بلغني ما تقولون وإنما هذه رحمة ربكم. شايفين ده قال لهم الطاعون ده دي رحمة من الله سبحانه. شو العلماء دائما الزول العالم لما تحصل رجة ومشاكل وأشياء
تلقى رأيه في الغالب بيختلف من رأي يعني شنو عامة الناس، لأنه ذي نظرتهم شنو قريبة، وهو متعلم ومعه النصوص ومعه. عشان كذا يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه. قال إنه قد بلغني ما تقولون وإنما هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وكموت الصالحين قبلكم. ده كله قال لهم ده خير، لكن اتخافوا من 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 حاجة تانية، هنخاف من شنو؟ قال ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك. ما الذي هو أشد من الطاعون؟ قال أن يغدو الرجل منكم من منزله لا يدري أمؤمن هو أو منافق، وخافوا إمارة الصبيان. لأنه يا جماعة ديل الأولى تفسد الدين، إذا صار العبد في شك من دينه أو صار مفتونا في دينه ففسد عليه دينه فإن آخرته قد ضاعت، خسر الآخرة. وإذا ضاعت الإمارة وحصل فساد الأمراء والحكام فإن دنياه قد ضاعت. طيب شكي يا جماعة الزول دائما يخاف على دينه. هذا الطاعون لما نزل ماتت زوجتا معاذ بن جبل ومات أبناؤه، وكان من أحب أبناء إليه عبد الرحمن الذي به يكنى، وعبد الرحمن قام من الليل فوجد ولده مريضا، هو عبد الرحمن ابن معاذ رضي الله عنه. طيب فأتاه فسأله عن حاله، فقال له عبد الرحمن قال لأبيه معاذ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ده حق قال له. فصبر معاذ رضي الله عنه فمات ولده عبد الرحمن ثم مات هو رضي الله عنه. طيب قال ابن الجوزي اتفق أهل التاريخ أن معاذ رضي الله عنه مات في طاعون عمواس بناحية الأردن من الشام سنة 18 أي من الهجرة، واختلفوا في عمره على قولين، أحدهما 38 سنة هذا هو عمره، والثاني 33 أي سنة. وعن سعيد بن المسيب قال رفع عيسى بن مريم وهو ابن 33 ومات معاذ وهو ابن 33 سنة. وعن سعيد بن المسيب أيضا قال قبض معاذ بن جبل وهو ابن 33 أو 34 سنة، ومات عمره 38 سنة رضي الله عنه، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.